مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم معنا في حصتكم المفضله الو شيف من 1:30 ل3 على شيروخ تي في. اللي حاب يتصل بنا يلقى النيميرو اسفل الشاشه، واللي حاب يدخل معنا في اللايف ويدير لي كومونتير ويحب يطلب طلبات واش نديروا في الموسم القادم ان شاء الله، يدخل على الصفحه الرسميه لشيروخ تي في على الفيسبوك، تلقاوها بالايقونه الزرقاء، ثم اكتبوا لنا لي كومونتير تاعكم نقراوهم، نشوفوا واش راكم حابين، واش درتوا وصفات، واش راكم باغيين. فوالا، بالنسبه لنهار اليوم نهار قبل الاخير، اللي غدوه حيكون يوم الخميس، يوم الاخير ان شاء الله من هذا الموسم. اللي كنا معكم من بدايه الموسم لاخر الموسم، درنا لكم وصفات، حبيناكم، حبيتونا، واش نقول لكم، نحن نتوحشوكم، صح نتوحشوكم. شهر تاع اكتوبر هذا كومبلي، سبتمبر حتى لاكتوبر ان شاء الله نتوحشوكم. هذه هي الدنيا، لازم نريحوا شويه. واليوم جبت لكم زوج وصفات خفاف، زوج وصفات صيفيه. كاين واحد الوصفه بزاف طلبتوها مني، اليوم راح نديرها لكم، لي ميني طاخت، هذو لي ميني طاخت بالسيترون، وراح ندير لكم مهرز ميني مهرز، يجوا كيما المهرز هما، ميني مهرز، فاني راح ندير لهم كريم وسيترون، فاني راح يجوا شابين. وكمشروع حبيتوا ديروهم كمشروع، بزاف حيخرجوا لكم مكونات، هذو راح نديرهم انا مكونات قليله بصح حتخرج لكم كميه كبيره. عندنا نورمالمون اتصال. الو السلام عليكم. الو وي السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو وي السلام عليكم. واش راكم؟ والله لاباس الحمد لله. انت واش راك؟ الحمد لله والله غير الحمد لله. سؤال عليكم. والله لاباس الحمد لله. صحة لاباس. مانيش نسمع فيك مليح. قلت لك واش راك لاباس؟ صحتي لاباس. والله غير الحمد لله. سؤال عليكم، شكون معايا ومنين؟ معك بسمة من قصر شلالة. بسمة من قصر شلالة، الله يبارك، خيار الناس. الله يعيشك يسلمك. كنتي ديجا عيطتي لنا نو؟ لا لا ترى عندي ما عيطتش. باسكو يعيطونا بزاف من قصر شلالة. لا هذيك اختي تعيط لك ماشي انايا. هذيك اختك؟ وي. شتي كيفها بصح شوت شميت الريحة. شكرا يعطيك الصحة على الوصف. الله يسلمك. لا شكرا على واجب. لا شكرا على واجب. ما شاء الله. والله يجربنا لي بيني، يجربنا لي بيتزا قاعد. درتيهم؟ والله غير فريمون يعطيك الصحة. الحمد لله. خرجوا لك شابين. فور هايلين يعطيك الصحة، ربي معاك وربي يوفقك. بصحتكم بصحتكم ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلمك. على بالي بلي غدوة في الاخر. غدوة يوم الاخير معكم في الو شاف. ان شاء الله نخرجوا باكونس بخير على خير. ان شاء الله. عايا نقول لك ما نطولش عليك انايا، نقول لك فريمون ربي يوفقك وربي معاك. امين امين. تعيشي ان شاء الله. هاي صحة. بسلامة اختي تعيشي. هاي صحة. على خير. فوالا، عندنا قلت لكم لي ميني طاخت هذا ديروه كمشروع، قلت لكم مكونات صغيره بصح تخرج لكم كميه كبيره. احنا عندي لي ميني طاخت ومهرز، جاي كي جور مهرز في المول، هذا لو مول تاع المهرز، يعيطوا له مهرز، ميني مهرز ماشي الكبار كاع، ونعمرو بطاطو سيترون، راح نشبحوا بشويه تاع هذا كوكا كولوري مع شويه نوات كوكو هذا كولوري فاني، يجوا بزاف شابين ويجوا لكم كميه كبيره. وراح ندير لكم غراتان شاورما بالبطاطا هذا مع شويه طرشي، هذا طرشي اورانج مع شويه زيتون، ونخدم معاها فروماج بيشامل. غراتا هذا يجي بزاف شباب، راح نديرو في ليمول، هذو ليمول الومنيوم هذو انديفيديال، يجيك ضيف ولا في دارك ولا عندكم نتوما 5 دراري ولا 6 دراري ولا، ديروا لهم كل واحد في مول تاعو، مول انديفيديال. هذا الكراز هذه بالنسبه للوصفات تاع نهار اليوم. نبداو بسم الله، نبداو بالوصفه تاعنا الاولى. نغسلوا يدينا. نجيب لا بلونش. عندي لهنايا واش نحتاج في الشاورما تاعي، عندي بطاطا هذه دوك قليتها، هذه عندي هنايا ليكويس تاع البولي، ليكويس تاع البولي هذوم ديزوسين راح نقطعهم. كما نعرفوا الشاورما ديروها بالكويس تاع الداند ولا ديروها بالكويس تاع البولي، راح يجوا تجي الشاورما تاعكم تجي بنينه وما تجيش ناشفه، تجي طريه بارابور لو كان ديروها بالصدر، كما نعرفوا الصدر يجي شويه ناشف. فوالا، نبداو بسم الله. عندي هنايا هادو ليكويس تاع البولير ديجا راني شللتهم بالماء والملح والخل، دوك نقطعهم غير هكا رقاق كيما الشاورما. قراته هذا اللوغو، هذاك اللوغو باش راح يجي بنين كي نزيدوا له الزيتون، الزيتون هو اللي راح يمد لنا البنه. باغ اكزومبل الزيتون قلت لكم كي تشروه
ذوقه ولا شتوه مالح بزاف غلوه حوالي ربع ساعة، ولا شتوه ماشي مالح شلوه بالماء سخون خلوه شوية في الماء سخون ومن بعد ديروه في الخليط تاعكم. فوالا نقطعوا لي كويس تاعنا. هذو لي كويس انا قبل ما نديرهم في الكراتان تاعي واش ندير؟ نمارينيهم ومن بعد نقليهم مع شويه تاع البصل، ومن بعد راح ندير نخدم بيشاميل بالفرماج والميلونجي كاع الخليط هذاك ونديرهم في لي غامكا هذوك ونديرهم فرماج غابي من الفوق. هذا كراتان ساهل وبنين. فوالا عندنا اتصال. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راكم؟ لاباس الحمد لله. واش راك؟ والله غير الحمد لله. سؤال عليكم. لاباس الحمد لله. الحمد لله. شكون معايا ومنين؟ انا نصيره من البليده. نصيره من البليده؟ اي من فنتاصل. نصيره تاع البليده ولا واحده اخرى انت؟ نصيره تاع البليده. اللي كنتي تعيطي لنا واحد الوقت. ايه. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. انتم واش راكم؟ والله حد يغيبه. لا غيبها عليك ما نحكمش. عينوك يا نصيرة عينوك. والله العظيم والله ما نحكم، نعيان اتصل فما نحكم. صح صح. صح لي زابيل راهم شويه صعب شويه صعب. ايه والله غادي مسيد يا اخي حكم. ها يا عندك زهر اليوم. ان شاء الله. راكي حكمتينا والله غير الحمد لله انت لاباس. يعطيكم الصحة واش راكم ديروا؟ الله يسلمك ربي يحفظك. الله يعطيكم الصحة. عجبوك الوصفات؟ المزوجة اللي راكم تتعبوا. عجبوك الوصفات تاعنا؟ اه روعة. الحمد لله الحمد لله. لا محسن نواسيوهم هي نواسيو نتعلموا من عندكم. سيرتو الصيف هذا، سيرتو الصيف هذا درنا بزاف وصفات خفاف هكا وصفات صيفية. على بالك أنا دائما نتفرجكم. دائما على بالي مشاهدة وفية. إيه. ما نقدرش ما نشوفش الشروق. اه لازم الشروق عندها برامج شابين لازم تشوفينا. شروق دارنا. اه وي لازم ديروا شروق مع الصباح وخلوها. ايه انا من الصباح نتفرج لك. تشوفينا مع الصباح. نشوفك. ايه صباح شروق. ايه وجربت اللي درتهم الصباح بصح الصباح دير حاجة شابين. شتي كيفا؟ نقول لك وعلاش الصباح نديروا وصفة شابين؟ بصح نتبع نخلي شغل ونتبع. الصباح كاينه زوج سوايع عندنا وقت زوج سوايع وشفت لا كاميرا ماشي ديريكت بريسيزي لينا باغ اكزومبل كي نكمل الطياب عندنا الدريساج في عقلنا كيما مع الصباح. انا نتبع الصباح ونتبع العشيه. الله يبارك الله يبارك الحمد لله. نجرب يكونوا عندي الوصفات نجرب. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله كما يقول لك دائما تجربي الوصفات وينجحوا لك. الله غير يعطيكم الصحه وكثر خيركم. الله يسلمك ربي يحفظك. ربي يجزيكم ان شاء الله ربي هو اللي يجزيكم. امين يا رب امين. اتعلمنا صوالح. الحمد لله الحمد لله. هذا شو نفرح انا كي نسمع باللي خدمنا موسم شباب والناس تعلمت من عندنا والناس حبتنا وإحنا حبيناهم. الدنيا ما فيها الدنيا. بالك رايحين راح نخليونا في مطعم. يا ودي انا راني خارج وراني كاره. والله صح شو يا رانا عيانين ولازم لنا الكونجي بصح وشنو والفنا الاجواء. ربي يسهل لكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وشنو سوميه سلمني عليها. الله يسلمك. يبلغ سوميه اليوم ما جاتش ما زالت مريضه. ان شاء الله غدوه تجي عندنا الحلقه الاخيره ان شاء الله. غد. سلم عليها قول انا صوت عبيده يسلم عليها. يبلغ ان شاء الله يبلغ يبلغ. يسلم عليها يا وناديه. خويا هشام حبيت نسقسيك. وي عندي حوت في الكونجيراتور هذاك الكونجي تاع الابيض. لاصول. ايه يجي في الساشيات. ايه لاصول يجي بيض هكا طويل. ايه واش هذاك واش يطيبوا به؟ هذاك شوف واش ديري دي كونجليه نحيلو خليه يقطر مليح من الماء هذاك. ايه ديريه شويه في لاشابلير وقليه إيه. قليه باسكو علاش كنت تقليه ديريكت وكنت تقليه ديريكت يلصق لك في المقله. ما عندكش مع الرز. تحبي ديريه مع الرز بصح وشنو يتفتت. لاصول ما عندهاش الروح. لاصول لو كان ديريها زعما طيبيها في قدره ولا راح تتفتت كاع سيرتو الكونجلي. صحيح. قليها ديري لها شويه لا شابلير ولا لا فارين ديري لها شويه لا فارين وقليها. وقليها في نار تكون شويه زيت ونار شويه قليله ما تطلبش تكون نار قويه. ممكن اهدى. وي ماشي مشكل ديري اهدى. نبدا حياتي الى اختي وهبه ورشيده ولويزه. ربي يحفظها لك ان شاء الله. الى لاخر الى لاخر تاع الشروق. شكون؟ تاع الشروق تاعكم. ليكيب تاعنا؟ تاع الشروق.
ربي يحفظهم ان شاء الله، ربي يحفظهم ان شاء الله، ربي يحفظهم ويعطيهم الصحه على المجهود اللي تعبوا. والله غير نقول لك، والله غير صح ليكيب تاعنا، والله غير تعبت سيرتو الصيف سخانه. تعبت انا كي كنت تقولنا باللي راني سخانه كاع، والله كنا نحسوا بكم. صح صح، والله غير ماشي سهله، ماشي سهله صح. والله ما سهله وربي ماشي سهله، كيما يقول لك غير اللي يجي كي يجي يشوفونا يقولوا لنا صح، يقولوا لنا صح راكم تتعبوا. كي تشوفونا في التلفزيون بالك تبالكم سهله، بصح لو كان تجوا تشوفوا هنا كيفاش العمل تاعنا، والله غير صح واعره، ماشي ماشي سهله. صح 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 وي. والله عطلة سعيدة. الله يسلمك. ليمونة سلم على الأخت نادية. يبلغ. وعلى سومية. يبلغ إن شاء الله، يبلغ. غدوة جات سومية سلمنا عليها. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. آمين آمين، تعيشي. هيا بسلامة. باي باي. فوالا عندنا لي كويس تاع البولي، شو ما شاء الله كات كويس خرجت لنا ما شاء الله تاع شاورما. قلت لكم ديروها بالكويس تاع البولي ولا ديروها بالكويس تاع الدانت، كيما نعرفوا الكويس تجي طريه بارابور للصدر يجي ناشف. نديروها هكذا دوك، انا واش ندير نمارينيها، نمارينو الخليط تاعنا. قلت لكم فاني لي ميني طاخت راح نديرهم بالمول هذا، بالمول هذا لي ميني طاخت نديروهم هكذا يا بالمول هذا هكذا يا ليمول. ماذا بكم كي تشروهم ليمول، كي تشروهم ديروا لهم الزيت خلوهم يتحرقوا مليح، باسكو علاش المول كي يكون جديد سيرتو في ماشي كيما بار اكزومبل هذا. دوك نعطي لكم عفسه في ليمول، هذا الومنيوم، هذا كي تشروه جديد تروحوا ديروا فيه لاباط يبدا يطلق في الكحوليه. بار اكزومبل ديروا هكا تلقاو الكحوليه كاع في يدكم. ماذا بكم تشربوهم مليح بالزيت خلوهم يتحرقوا، سورتو ليمون. ليمون قد ما يتحرقوا قد ما راح يكونوا ملاح، باسكو كي يكونوا جدد راح يطلقوا الكحوليه. كي يكونوا ليمون هكا تاع الومنيوم ولا هذو تاع اينوكس، هذو اينوكس مليح ليمون هكا كي يتحرقوا لكم راح تشد لكم العجينه وما تطلق لكمش هذيك الكحوليه في يدكم. هذه نورمالمون تعرفوها مجربه، كي تشرو ليمون هكا تاع الومنيوم، الومنيوم هذا كيكون جديد يطلق الكحوليه في يدكم، وهذيك الكحوليه ماشي مليح كي تكون سورتو كي ديروا لاباط راح تجيكم لاباط كحله. ماذا بكم تشربوهم مليح، تغسلوهم مليح، تشربوهم مليح بالزيت هكذا وخلوهم يتحرقوا هكذا باش هذيك الكحوليه كاع اللي تكون في المول تاعنا تاع الومنيوم هاي رايحه تروح. هذه بالنسبه للمول عطيت لكم اسليس باسكو مجربه، هذه مجربه. فوالا نجيبو ريسيبيون نديرو فيه هذيك الشاورما تاعنا. نجيبو تاتا نعيمه الزيت، برك تاتا نعيمه عطيني غير الزيت. اليوم لحقت الروطار كانت كاينه سيركيلاسيون بزاف، سيركيلاسيون اليوم في الطريق ما على باليش وعلاه. صافي غير لحقت بدينا انا وطاطا نعيمه مع التوجات نجرو يعطيك صحة طاطا نعيمه. عمر الزيت فوالا، نديرو كميه هكذا تاع الزيت حوالي 4 مغارف ولا 5 عندي. نديرو كمية صغيرة تاع فلفل الكحل. عندي توابل الدجاج ولا توابل الشاورما، نديرو هكا كمية مغرف تكون مليحة توابل الشاورما لوكو كاع راهو فيها. عندي هنا شوية عرس الحانوت، كيما نعرفو الشاورما تحب التوابل. عندي نديرو كمية صغيرة هكا زنجبيل، الملح ما نكثرش اون سي جامي الزيتون باسكو حنا نميلونجي مع الزيتون. ونديرو كمية صغيرة هكذا تاع الثوم، حوالي سنينة كبيرة تاع الثوم هكذا. مسحو يدينا نخلطوا كاع الخليط تاعنا. قلت لكم ديروا توابل الشاورما ولا توابل الدجاج، قلت لكم توابل الشاورما كاين راهم ديسبونيبل تلقاوهم يتباعوا في لي سارشي هكذا صغار. نخلطوا مليح الخليط تاعنا.
توما في الدار ماذا بيكم؟ زعما كحديروا شاورما هذا غراتان شاورما حديروه في العشاء، ماذا بيكم تشربوا مليح توابل هذو تشربوهم، ديروا غطوهم بابي فيم ديروهم فريجي ديال حوالي زوج سوايع ولا ثلاثه، هذوك التوابل واش راح يديروا؟ الدجاج هذاك راح يشربهم. علاش؟ كي تقلوا شاورما تاعكم راح تجي بزاف بنينه بارابور لو كان نقليها دوكا ديريكتوم. فوالا انا نطيب كلش، عندي بطاطا هنا مقليه فاني مقطعها مربعات هكا صغار، نحتاج للطورشي نقطعوا طورشي اي طورشي يكون عندكم، الوان ولا طورشي اخضر ولا احمر ولا اصفر، اي طورشي يكون عندكم. فوالا طرشي ما نديروش بزاف برك على جال الالوان هذوك باش يجونا في الكراتان، نقطع راح يكون رقيق. نقطع الطرشي تاعنا رقيق، اللي حاب يستغنى على الطرشي يستغنى عليه، مي انا نقول لكم ديروا طرشي فيه فوائد بزاف، طرشي فيه لي فيتامين سي. مع بوكا رانا قلت لكم رانا مع المرض هذا تاع الكورونا، ماذا بكم دخلوا الخضار مع تاعكم في الكراتان تاعنا. الخضار راهم ملاح للصحه، ماشي شرط لازم ناكلوا غير الفاكهه، مام الخضار راهم فيهم فوائد بزاف. فوالا هذا الموس ما عجبنيش، نغسل هذا. الموس المحبوب عندي هذا هو الموس. فوالا عندي زوج حبات، ندير زوج حبات تاع طرشي. فوالا نقطع غير هكا رقيق. ماذا بكم ولا كان عندكم طرشي الوان ديروا طرشي الوان باش الكراتان تاعنا هذاك راح يجوا فيه الالوان ويجي حاجه شابه. بالنسبه لغدوه ان شاء الله ولا حيانا ربي راح ندير لكم طبق من بداية الموسم حتى لدوركم انتم تطلبوه، اللي هو راح ندير لكم ان شاء الله ولحيانا ربي قلت لكم راح ندير لكم لابايلا، غدوا ندير لكم لابايلا نفينوا بها الموسم، باسكو علاه الموسم انا تاعي بديتو بالحوت، حبيت نكملو بالحوت، بديتو بالكالامار وصالا دو بولب درتو قيله شربات معاها، الله اعلم نسيتو ثاني حاجه على اخرى درتها، هذا كيما بديت الموسم تاعي في الو شاف الحلقه الاولى، والحلقه التاليه ان شاء الله قلت لكم راح ندير لكم بايلا تتفينا فاني ببلا تاع حوت يكون شباب. لابايلا كيما نعرفوا لابايلا ما كاش اللي ما يحبهاش، كاع نحبوها ان شاء الله. غدوه تكون كاينه لابايلا، وغدوه ان شاء الله نكون انا وشاف ناديه وسميه كيما قلت لكم ولحيانا ربي راني بيحت لكم الموني تاع غدوه ان شاء الله، هكا باش تستناو كاع الحلقه تاع غدوه ان شاء الله بالك وتراطوها، باسكو راح تكون عندنا الحلقه الاخيره لهذا الموسم. كاع برامج شروق راح يكونوا كاع غدوه ان شاء الله الحلقات التاليه، صباح شروق الو شرف وسامر طيب. فوالا نقطع الطرشي تاعنا هذا، نجيبوا المقله المقله تاعي كنت قليت فيها البطاطا ما كان لها نغسلها باسكو فيها زيت جديده، نديروا لها شويه تاع زيت. فوالا نديروا الشاورما تاعنا هذيك، نديروا الشاورما نخلوها تتقلى من بعد ندخلوا لها طرشي ونزيدوا ندخلوا لها عندي لنا حبه بصل نرحيها ونحي لها الماء هذاك تاعها ونزيد نديرها مع هذيك الشاورما. عندي اتصال، السلام عليكم. الو الو الو
مانيش نسمع الاتصال. نورمالمون يكون انقطع الاتصال. فوالا. نقلو مليح هذاك الدجاج تاعنا. هكذا كي نديرو في ليغام كان تاعنا يكون كلش طايب، ابار ندخلوها في الفور نديروها 180 درجة. كي نشوفو الفخوماج تاعنا هذاك بيان ولا دوغي، هذاك الوقت نحو الكراتان تاعنا. فوالا. أين الاتصالات؟ ماذا بكم اليوم؟ ماذا بكم تتصلوا كاع؟ وحكونا حكونا واش الوصفات اللي جربتوها معانا، واش راكم حابين، واش وشنو هي الحاجة اللي عجبتكم في البرنامج؟ ألو مساء النور. ألو مساء النور خويا هشام. واش راك؟ كي راجل زين. خويا صافا؟ لاباس. راك مليح؟ راك مغيرني اليوم. ارواح ارواح الله غير نورمالمون لو كان جيت انتايا على بالك. ربي يبارك. اسمع اسمع رحلتك المستغانم لازم تزورني. قلت لك قلت لك وعدتك نجي عندك ان شاء الله. على الرحب والسعه. والله غير نجي عندك. اصبر بركي الباكونس ونجي. نحييك ونحيي الطاقم تاع الشروق اللي نهنيهم، وانا بالنسبه لي نعطيهم لا ميداي دور باسكو داروا اللي عليهم. مجهود ولا غير مجهود صح ليك. داروا اللي عليهم وصح يعني اللي ما شافش يكذب. عباك انا اللي تاع البحر انا ما شفتهاش بصح اني حاس باللي مجهودات كبيره يقوموا بها. صح. والريح ولازم تهيئ الظروف. راك برا ماشي داخل تما البلانير والداخل ماشي كيف كيف. ماشي كيف كيف بين استوديو برا ماشي كيف كيف. ولازم الناس ما يجوزوش ولازم هذه كاميرا والتلفزيون. عندكم واحد عندكم واحد المجهود زايد. مجهود كبير ولا غير صح يا ايوب. مجهود كبير صح يا خويا. وكفاكم فخرا انكم نجحتم بالمخرج بالتقنيه. لا لا الحمد لله والله غير الحمد لله. بالمعدين بلي شاف نجحتم نجاح مبهر. الحمد لله الحمد لله. وانا اذا كان سمحتني نقدم تحياتي كاع طاقم الشروق ونقول خاطر انا عارف بالك غدوه 99% ما نحكمكمش خويا. انا نقول لكم موسم ممتاز بارك الله فيكم. امين. اطباق مجربه تسمى ماشي بوكلي وخلاص. انا جميع طابق ببرتو انت ولا الاخت ناديه عجبني نجح بها بالمئه. ايوب عجبني الطبق اللي درتو تاع اللحم اللي عاودته. هاي بعثوا لك عجبك يا اخي. بزاف الحمد لله. هذا الشيء هذا الشيء وهذه شهاده انا نعتز بها على كل حال. واي طبق راني نديره راني نبعثه لك على على بالك على... ايوب ايوب واش كنت راح ندير اليوم؟ ايه ومن بعد ما درتش باسكو كانت الاخت ناديه كانت دارت بلا تاع واسمو تاع لي لازان وقالت هذا نهدي لايوب. كنت راح ندير اليوم سباغيتي. ايوا والله كنت حدير سباغيتي. ما من البارح شفتك مع الصباح يعني هذوك الاطباق اللي راك يرم مع الصباح يعني دائما في الخدمه ونتبعهم. صح. المهم صح نهنيكم. وكاينه واحد الاخت اسمها ليلى من وهران تحبكم بزاف وقدمت لكم وقالت لي يا ايوب الى حكم تقدم لهم تحياتنا ليها. كاع طاقم الشروق تحياتنا ليها. نحيو جاكي ميمو حمزه هذا اللي جديد والله اسمه ما عرفتوش. فاروق كاين فاروق كاين جاكي كاين حمزه كاين محمد جنادي. أيوة. كاين اسحاق تحياتي ليهم. يراهم لهنا اليوم طاطا نعيمه تحياتي لطاطا نعيمه. وكاين المايسترو حسام. حسام وحسام وحسام بلا ما ننسى المايسترو تاعنا اللي راه مقابلني فاروق. اسمع حسام يهب الناديه يقول اودي بالك تحرقي الطبق بالك تحرقي. راك حفظ لي كيف كاع واش يهضروا كيفاش يخدموا. كيفاه كيفاه كيفاه. انتوما عائلتنا استفدنا من شوف شوف هي حصه تاع طبخ بصح والله غير فيها كاع الاشياء اللي نحوسوا عليها ونحبوها. صح صح صح. هشام خويا تهلا في روحك. ربي يحفظك فيك. تحياتنا كاع المستمعين الطاقم وكاع اللي يحبوا الشروق. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. عفوا. ايوب ايوب مشاهد وافي ونهضر معاه. قال لي هشام اروع عندي. قلت وعدته ان شاء الله وعدته في الباكونس هذا نروح عنده ان شاء الله نديروا كميه هكذا تاع زيتون. واش كنت درت؟ كنت قطعت عندي ليكويس ليكويس زيت نكمل هذا شويه علاش خليتها ديجا.
كانوا عندي ليكويس دي زوسين، ليكويس تاع البولي، واش درت؟ قطعتهم كيما الشاورما، نقطعوهم رقاق، زدت معاهم لي زيبيس اللي كنت درت معاهم توابل الشاورما، توابل درت معاهم راس الحانوت فلك حل ملح، وعندرت كميه صغيره تاع الزنجبيل، درت معاهم كميه تاع زيت، ميلونجيت الخليط كيما قلت لكم نتوما، الخليط خلوه في الفريجيدار يريح شويه، هذوك لي زيبيس راح يشربهم. ومن بعد درتو فيه مقلاه مع شويه تاع الزيت، درت معاه طرشي، هذا قلت لكم طرشي اختياري، طرشي ديروا الوان ولا اخضر ولا احمر كيما واش عندكم نتوما في الدار. زدت معاه كميه صغيره هكا تاع بصل والزيتون، ونخلو الخليط هذا تاعنا يطيب. قلت لكم الكراتان هذا كراتان شاورما يجي بزاف بنين، قلت لكم الكراتان هذا يجي بزاف بنين، ماذا بكم تجربوه، سيرتو هذاك الزيتون، هذاك الزيتون مع الدجاج راح يجي فيه بنا شابه. نقصوا برك الفرن تاعنا، نخلو الخليط تاعنا يطيب، حنا نروحوا فاصل ثم نواصل. عاودنا ولينا معكم مشاهدينا الكرام، مازال ما درت والو، برك راني نقلي في هذاك الدجاج مع البصل هذاك، ودرت له الزيتون، درت له وحده طرشي. واش درت المارينا تاعي؟ قلت لكم درت فيها الزيت مع هذاك الدجاج اللي كنت قطعته، درت معاها راس الحانوت، درت معاها توابل شاورما، زنجبيل، ملح، فلفل كحل. قلت لكم نخلوها في الفريجيدار تريح شويه باش هذوك لي زيبيس كما نعرفوا المارينات لي زيبيس هذوك راح يشربهم هذاك الدجاج. ما عندكمش الوقت تقدروا طيبوهم ديريكت، ديروا في مقله، زيدوا معاهم البصل هذاك، زيتون وطرشي، وطيبوا مليح الخليط تاعنا هذا هكذا. ومن بعد واش ندير؟ نحيه من فوق النار، نجيب ريسيبيون ولا نخليه ديريكت في مقله، نخلط كلش في مقله باش ما نخسروش بزاف المواعن. عندي الفريت هذيك تاعي اللي كنت قليتها، نزيدها مع الخليط هذا. واش ندير؟ نميلونجي الفريت هذا مع هذاك الخليط الشاورما اللي كنت خدمته، نزيد معاها كميه تاع معدنوس هكذا، حوالي هكذا كميه تاع معدنوس، الميلونجي بطاطا هذيك مع هذيك الشاورما اللي كنت طيبتها، فوالا باش الكراتان تاعنا يجي بنين نزيدوا له فخوماج غابي، ما بيد راهي سخونه نديروا الفخوماج غابي باش داك الفخوماج يجي معلق لداخل الكراتان تاعنا. ديروا له هكا كميه تاع فخوماج غابي، اي فخوماج يكون عندكم في الدار. عندنا اتصال. الو السلام عليكم. الو مساء الخير، وعليكم السلام. واش راكم؟ اه لاباس الحمد لله. والله والله غير الحمد لله لاباس. لاباس الحمد لله. الحمد لله، شكون معنا؟ معكم حياة من ولاية الجيجل. حياة من الجيجل. وي حياة من الجيجل. الله يبارك، خيار الناس. الله يبارك فيك. خيار الناس. الله يسلمك. عجبونا الوصفات. عجبوكم؟ عجبونا الله يبارك فيك. الكاطو تاع الويفي جاتني هايلة. درتي الكاطو تاع الويفي؟ أو جات ولا أروع حاجة. الكاطو هذاك دار حالة تاع الويفي باسكو فيه مكونات بسيطة، حبة بيض. أو بسيطة، إيه. مام لي طارت هذو اللي حنديرهم فيهم مكونات بسيطه بحبه بيض خرج لك كميه كبيره. مليحه ان شاء الله. وين قاطع الاتصال حياه ما عندكش الزهر، انقطع الاتصال، عاودي لنا عاودي لنا ان شاء الله بالك تحاكمينا. قلت لكم لي طارت هذو فاني بحبه بيض، راح ندير لكم كميه، قلت لكم كميه كبيره لي ميني طارت هذوك ولي ميني مهرز. ميني مهرز كما شفتوا المول تاعها، كاينين يجوا ليمول كبار وكاينين يجوا ليمول صغار. واش ندير انا؟ الخليط خلطته زدت مع هذاك الفرماج مع البطاطا، نخليه لهنايا اكوتي. انا واش راح نخدم؟ نخدم بيشاميل. بيشاميل واش نحتاج في البيشاميل تاعي؟ نحتاج مغرف كبيره هكذا تاع زبده، عندي مغرف كبيره تاع زبده مع نخليها تذوب شويه فوالا، نزيد معاها مغرف ولا مغرف ونص تاع فارينة،
نخلو الزبده هذه تاعنا غير تبدا تذوب نزيد لها المغرف تاع الفارينه ومن بعد نبداو نخلطوه في الخليط تاعنا. فوالا نديرو مغرف ونص باسكو راهي هذه حوالي مغرف ونص راهي هنا تاع الزبده مغرف ونص تاع فارينه ونخلطو مليح الفارينه هذيك مع الزبده نحمصوها مليح باش نديروا لها الحليب. فوالا نحمصوا مليح هذيك الفارينه مع الزبده تاعنا هكذايا نخلطوا الخليط تاعنا تاع بيشارما بيشارما كيما موافين نديروها معاكم حاجه سهله. انا حنزيد لها نزيد لها كميه صغيره تاع فخوماج غابي ولا كان عندكم فخوماج تاع الحب هذاك تقدروا تزيدوا معها فخوماج باش تجيكم فيها بنه بنينه. فوالا نحمصوا مليح هذيك الفارينه مع الزبده باش ما تجيناش بيشامل فيها لوغو هذاك تاع الفارينه. فوالا عندي لهنا الحليب نحتاجو حوالي نص لتر تاع الحليب هكذايا نزيد كمية صغيرة حوالي نجيب فوي ونبدا نخلط في الخليط تاعي حتى نشوفو البيشامال تاعنا عقدت. نزيد لها شوية تاع الحليب فوالا ونشوفو البيشامال تاعنا بدات تعقد نزيد لها شويه فلفل كحل وشويه ملح واللي حاب يزيد لها جوزة الطيب يزيد لها شويه جوزة الطيب. فوالا عندي فخوماج غابي هذا نزيد لها كميه تاع فخوماج غابي باش يذوبلنا مع هذيك البيشامال ونخلطوا مليح الخليط تاعنا حتى نشوفوا الفخوماج هذا كذاب والبيشامل تاعنا عقدت. فوالا نخلطوا مليح حتى وين يذوب لنا الفخوماج. فوالا دوكا هنا واش ندير لها نزيد لها كميه صغيره تاع فلفل الكحل وكميه تاع الملح. الملح ما نكثروش بزاف باسكو فخوماج كيما نعرفوا فخوماج يجي مالح. فوالا هذا واش نزيد لها قلت لكم اللي عنده جوزة الطيب يقدر يزيد لها شويه جوزة الطيب. فوالا بيشامال تاعنا راهي ديجا وجدت وراهي تقالت ما نخلوهاش تثقال حتى وين تيبس تكون شويه ليكيد باسكو حنديروها في الكراتان. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا البيشامال شوفوا كيفاش تجي البيشامال تجي معسله باسكو فيها الفخوماج. نخليها لهنا هذه باش نسربي بها في المغرف هذه هنا الموسى هنا نجيبوا لي غام كان تاعنا فخوماج لي غام كان واش نديروا هكا باش تحكم لنا الكاميرا مليح هكا باش نروحوا للوصفه الثانيه. هذو لي غامكان الومنيوم الومنيوم قلت لكم برك الومنيوم هذو لي مول حب يكون تاع الكراتان ولا تاع الكاطو قلت لكم كي تشروهم غسلوهم مليح ودير لهم الزيت خلوهم يتحرقوا باسكو راح يطلقوا واحد الكحوليه الالومنيوم برك هكا باش ما يطلق لكمش كحوليه في الكاطو تاعكم ولا في الكراتان تاعكم. هكا كي تجو تروح تسربوا فيهم زيدوا امسحوهم هكا باش تاكدوا باللي ما يطلق لكمش هذيك الكحوليه. انا عندي هادو انديفيديال هادو كي تروحوا ريستور ولا يسربولكم هكا في هادو في لي غام كان هكذا انديفيديال ولا حبيتوا ديروهم في بلا يكون كبير. فوالا
عندي الخليط تاعي داك شاورما مع البطاطا نعمرو كاع لي غامكان تاعنا. قبل ما نعمر لي غامكان واش ندير؟ ندير شويه بيشاميل هنا من تحت في ليمون تاعنا. عندي اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم يا شيف هشام. واش راكم؟ السلام اخويا لاباس بيان. والله غير الحمد لله. الحمد لله والله غير شوف انا موافق نعيط لك مين داك نحكم اليوم عندي زهر نحكم. هاي الله يبارك. وشنو عيط لك واحد الموضوع بك حبيبي الله ينورك. ماشي مشكل خويا. على بالك احنا الاطباق التقليديه بكري توحشناهم. الاطباق التقليديه؟ صحيح اكبر كيما شافوا اللوبيا الدولمه دوكا كي ولاو يا خويا اللوبيا هذوما اللوبيا على بالك فكرتني في اللوبيا صح انا في الصيف بصح ولا غير توحشها والله غير في الصيف في اللوبيا نورمال عادي على بالك لوبيا يزيد لها شويه خل هكذا او صافي بليزير يا واش نحكي لك ولازم ترمي لها مرسو لحم تي نوش غير ما درناوه لا ليش ولا غير من بلا لحم كي طيب اللوبيا هذيك زيد لها غير شويه تاع شويه كمون ودير لها شويه خل شويه خل هذا شويه خل فوالا على بالك جوحتني يعني الله يرفع انا جوستومون عيطت لك باسكو كثروا بزاف لي بلا عبرك تلفتنا واش كندخل للدار نلقى واحد لي بلا جامي تلاقيت بها اش تجيبها اش تجيبها ولينا ولينا دوكا نحوزوا على لي بلا تاع بكري دخلت لقى دول تاع بكري تاع بكري او ديجا كنا ولا درنا بزاف ديال المطبخ التقليديه تاعنا درنا طبيخه درنا الدولمه درنا بزاف درت لهم اللوبيا درت لهم اللوبيا درت لهم اللوبيا في الصاصة فوالا فوالا ليسونسيال الله بارك الله فيك تقدم فيه طبق ما شاء الله ربي يحفظك نشكر كاع فريق التقني استقبلوني احسن استقبال الله يسلمك حبيت برك نسقسيك خويا تفضل تمرمط في الدار ولا ما تمرمطش؟ انا والله كي نبعث المرأة لدارهم نمرمط تنخلع بصح صح صح شفت الماكلة تاع الرجال شحال بنينة يا خويا الله صافي فليج بون مانيش نقول انسان ما يعرفوش يطيبو بصح الراجل كي طيب عنده لا عنده لا ايه هما اللي شاف اللي شاف العالم كاع اللي شاف رجالك شاف شوف الراجل عنده بنا ما يطيب ماكله غير هكا تكتوكه ولا مانيش عارف يدو بنينه يدو بنينه والمراه تخلط كذا منا مع الاخر لا لا ولا غير شو كاين عندنا نيس يطيبوا ديجا حنا شكون ربانا ربونا امهاتنا وكنا على كل حال بصح وشنو الراجل عنده بنا في الماكله تاعو عنده بنا في الماكله يا في ديكوري فوالا الديكور يشبه سيرتو كي يكون وحده الله يدير ديقه هو الله يعطيك الصحة شيف هشام بارك الله فيك الله يسلمك ربي يحفظك ونشكر المخرج أمين جنادي ونشكر الصوت حمزة هاوي خونا حمزة ويعطيكم الصحة ويكثر خيركم الله يسلمك ربي يحفظك وإن شاء الله نحكمكم القطرة الجاية الله ينور إن شاء الله يا ربي إن شاء الله صحيت هشام الله يسلم عليك بسلامة أخو الله يبارك ما شاء الله تلقاو رجال هكذا يتبعوا الحصص تاعنا يجربوا الوصفات ماذا بينا هكا حنا نحبوا كي تعيطوا لنا وتقولوا لنا واش من الوصفات راكم حابين شهاني في اللوبيا باذن الله ان شاء الله مولف انايا بالجمعه نديروا حنا في الدار كسكس كما جميع الجزائريين نديروا كسكس بصح بالجمعه باذن الله نديروا اللوبيا ان شاء الله ما قريتوا راهي سخانه بصح ناكلوها معليش اللوبيا شهاني فيها عندي شعلويه في راسي مي والله ما درناها باسكو علاش راهي سخانه كيما نعرفوا اللوبيا نحبوا ناكلوها غير في البرد الراعي الرسمي للشتاء كيما حنا نعيطوا لها الجزائريين الراعي الرسمي للشتاء غير شويه الشتاء تقطر هكذا الامهات تاعنا يجبدوا القدره يروحوا ينفخوا هذيك اللوبيا في الليل ويديروها لنا من الغدوه فوالا نعمروا كاع لي غامكان تاعنا كيما راكم تشوفوا فيهم درت شويه بيشاميل من تحت باش ما يجيناش الكراتان تاعنا ناشف ما حبيتش نخلط البيشاميل معاها انا قلت واش ندير بيشاميل من تحت ندير الخليط هذاك تاع الشاورما نفرغ له البيشاميل ندير له شويه فرماج وندخلها الطيب في الفرن فوالا نعمرو كاع لي غامكا لي غامكا ما كان لا ديروا لهم الزيت ما ديروا لهم والو باسكو راح كي ناكلوهم ديريكت من الغامكا هذا ما كان له نديروا له زيت ولا اي حاجه نعمرهم كاع هكذايا سبحان الله تقول حسبتهم هي ما حسبتهم والو كنت جاوا سوا سته الخليط هذا جاء على حساب لي غامكاني عندي مانو نحو
المقلة تاعنا اكوتي. يعطيك الصحة حسام. حسام اليوم راهو بقوة. حسام شاد الكاميرا منا وشاد الطبسي هكذايا تاع تاع الفخوباج. يعطيك الصحة ويعطيها الصحة تاع نعيمة هي اللي غابات لي الفخوماج. واش ندير نمسحو البلون تاعنا دو ترافاي. نجيبو هذيك البيشاميل نفرغوها. فوالا شوفوا كيفاش تجي البيشاميل، تجي ثقيله مع هذاك الفخوماج. انا نعمرو كاع لي غام كاتاو انا بيشاميل سيرتو كي ديروا لا فخوماج راح تجي يجي الكراتان يجي بزاف بنين. شوفوا خاوتي انا ما حسبت ما والو، بيشاميل جات سوا سوا، الخليط هذاك جا في لي رام كان سوا سوا. باسكو علاش الانسان كي يوالف يطيب عينه هي ميزانه. هكذا ونمشيو مليح هذيك البيشاميل في لي رام كان تاعنا. مشتوها خصت نزيدوا لها مغيرفه هكذايا ونعمروا بها. ماذا بكم تجربوا الكراتان هذا باسكو هذا ما فيش بزاف مكونات، تقدروا غير قلت لكم دو كويس ولا ثلاثه هكذايا تقطعوهم مع زوج حبات بطاطا تقلوهم. فوالا هكا باش نروحوا نخدموا الوصفه تاعنا الثانيه. انا جبت معايا شويه الواجد مازال ما درت لهمش برك لاكريم. لاكريم اللي راح نخدمها كريم سيترون هذيك لازم تبرد، وكي تبرد نعاودوا نزيدوا لها مرص تاع زبده ونعاودوا نضربوها بالباتر باش نخدموا بها باش نخدموا هذيك لاكريم تاعنا كريم سيترون. مي انا دوك نوريكم كيفاش تخدموا العجينه وكيفاش تديروهم في المول. انا هكذا بيشاميل جات سوا سوا. فوالا اليوم راهي سخانه والبحر راهو ما شاء الله، بصح برك الحال مغيم. فوالا هكذايا نكونوا خدمنا كاع، نمسحوا برك لي غام كادو تاعنا في لي كوتي باش ما كي ندخلوهم في الفور باش ما يتحرقوناش هكذايا برك باش ما يتحرقوناش باش كي يطيبوا يطيبوا حاجه شابه ما يطيبوش هذيك الماكله في لي كوتي محروقه. هاكا نمسحوها بالبابي. نزيدوا نمسحوا هنايا نزيدوا بابي واحد اخر. هاكا من بعد نديروا لا فروماج غابي، فروماج غابي من الفوق وندخلوها تتحمر في الفرن. برك نطلب طاطا نعيمة برك تشعل لي الفور يسخن وتعطيني غير سنيوة وتعطيني سنيوة برك تاع الفور هكذا باش ندخلوهم ديريكتومون يطيبوا في الفور هكذايا. كي تخدموا قلت لكم كي تخدموا توجور نيتوايو باغ اكزومبل البلا تاعكم الماكله سالت فيه ولا امسحوه. باسكو علاش كي تدخلوهم في الفور سيتو كراتان دخلوهم في الفور راح الكراتان هذاك راح الدريساج تاعو هو المول. باغ اكزومبل انا الدريساج تاعو هو المول، ماذا بينا نمسحوا المول هذاك ميم كي يطيب الكراتان تاعنا يطيب لنا حاجه شابه. فوالا نمسحوا بلون دو ترافاي. ونديرو الفخوماج في ليمول تاوعنا. فوالا عندي فخوماج غابي نديرو هنايا شويه شويه. ان شاء الله تكون عجبوكم الوصفات تاع هذا الصيف باسكو درنا لكم بزاف وصفات خفاف هكذايا كي صباح شروق. الو شاف درنا لكم بزاف وصفات خفاف، درنا لكم لي جي، درنا لكم تحليات.
أين الاتصالات؟ ماذا بكم تتصلوا بنا على الرقم ظاهر أسفل الشاشة. ماذا بيا نقصر معكم نعرف واش راكم حابين، واش جربتوا، كاش حاجة حابين تديروها وما عرفتولهاش، اتصلوا نعطوا لكم لي زاستيس، نعطوا لكم واش حبيتوا. فوالا فوماج. كاينه حاجه انا كي ندير فوماج توجور واش ندير؟ ندير واحد الوريقات هكايا تاع المعدنوس. فوالا هكذايا، هذا اختياري معدنوس، بصح برك انا نحب ندير المعدنوس هذا. كي يذوب مع الفوماج راح يفيح واحد اللوغو هكا اريير جو هذاك في الفوماج. تعطيني عيمه برك، تعطيني سنيوه هكذايا نمسحو ونروحو نخدمو ديريكتومون الوصفه تاعنا الثانيه. حمزة أين الاتصالات؟ ماذا بيا تتصلوا نعرفوكم واش راكم حابين، نجيبوا البلاك تاعنا. نديروا لي غام كانادو تاعنا كيما راكم تشوفوا فيهم، يجوا بزاف شابين ويجوا ابنا. عندي اتصال. الو مساء النور. بخير مساء مديري. واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله، انا المشاهده الوفيه للشرق. الله يبارك. انا حليمه من بوسماعيل. حليمه من بوسماعيل تاع البارح؟ تاع البارح. راكي تحكمي بزاف، وليتي مشهوره. لا لا تامن، لا تامني، الحمد لله عندي الزهر تعرف، مانيش مامنه كي حكمتكم، والله ماني مامنه. الحمد لله الحمد لله، كي راكي تحكمي صافي بليزير. والله غير راكم رايحين تخلونا واحد السماطه تكبر وليتو من العائله. صح صح والله، غير بزاف نتلاقى بهم باكا فتره، يقولوا يبعثوا لي يقولوا لي شاف ولفناكم، انا نبكوا عليكم نتوحشوكم. قلت لهم والله غير ما انا نتوحشكم، قلت لهم بصح ما نطولوش عليكم ان شاء الله، بالك في شهر اكتوبر نعاودوا نقولوا لكم. والله وليدي راني شفت مريضه شويه، يعني في الفراش يعني مريضه، والله غير الشروق كانت افضل ونيس ليا في مرضي. صح صح والله، ان شاء الله اللي يسمع فيا يدعي لي بالشفاء. ان شاء الله بشفى عليك، ان شاء الله بشفى عليك. ان شاء الله وليدي ان شاء الله. بشفالي. اليوم ولا غير اليوم درت لهم الرز بالحوتي، درته المره اللي فاتت درته لهم اليوم. الرز؟ ايه درت لهم الرز بالحوت. الله يبارك الله يبارك، واش من الحوت درتي لهم؟ درت لهم الحوت واسمه صورين. صورين ايه تمام، صورين يجي 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 مليح هاي صورين. ايه هو نتمنى تعاود تدي لي وصفه تاع رز المدينه. شوفي غدوه غدوه اخر حصه ندير لكم، قلت لكم راح ندير لكم لابايلا. ايه لابايلا راح نديرها على الطريقه اللي نخدم بها انا لابايلا، غدوه ان شاء الله ندير لكم لابايلا هنا في الوشا. ايه هذاك الرز كليته في المدينه الحمد لله، راح تعتمد الرز تاع المدينه اللي يديروا بالزعفران. بقى لي في قلبي تعرف، باسكو هما باسكو في المدينه في السعوديه يخدموا كاع بالبصماتي. ايه يخدموا كاع بالاروز بصماتي، شتي الاروز تاعهم كيفاش يجي يجي مزربع. ايه ما شاء الله كليته تما وكليته ما في مكه. في مكه, في مكة. انا فاني كليته ايه. كليته في مكه في ما في ما في مكه وفي المدينه، وكنت ناكل بزاف الكبده شرموله. ايه كليتها مام الكبده شرموله، تسمع هما عندهم ماشي غاليه كيما عندنا. ماشي غاليه، رخيصه رخيصه غاليه. ايه يعطيني حق 10 ريال تاكل انت والعائله تاعك. 10 ريال يعطيك طبسي وعندك جيغا اللي عندهم تاع القارص 8 ريال 8 ريال. ولا نشكرك على الشربات الثاني اللي درتها لنا، تعرف والله ما شريناها في رمضان هذا. الشربات شربات تاع القارص ايه. والله غير ولادي ولاو يقول لي واقيلا نبداو نبيعوها. الله يبارك. والله العظيم غير الحمد لله، يعني فرحتونا درنا كل حاجه اللي كنا متمنينها درتوها لنا. الحمد لله الحمد لله، كي درنا لكم الوصفات وجربتوهم ونجحوا لكم هذاك هو البليزير. هكا كي نخرجوا فاكونس نخرجوا مريحين، على بالنا باللي مدينا لكم مدينا لكم بزاف وصفات وتجربوهم ان شاء الله. قاعد تجربوا الوصفات اللي درناها. العظيم يا وليدي غير نشهدوا لكم اليوم القيامه، نشهدوا لكم. صح الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله العظيم شوف الحمد لله كي يعني كما فتحتوا لنا هذا الباب
يعني وكنت تعبوا معنا صح، كنت تعبوا ديك فامي تعبوا في السخانه. الله يعطيهم ربي الخير وان شاء الله نتمنى لهم عطله سعيده ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. الله ان شاء الله. وشوف يعني قبل ما تخرج ندعي نترحم على الشهداء اللي ماتوا في الحارق. ربي يرحمهم ان شاء الله. ربي يرحم كاع الشهداء اللي ماتوا بالحريق، اللي ماتوا بالكورونا، اللي ماتوا بالكورونا، اللي ماتوا في البحر، اللي ماتوا في البحر غارقين، هذو كاع يتسموا، هذو كاع عند ربي شهداء ان شاء الله. ربي يرحمهم كاع كيما راهم في هذا الصيف ان شاء الله. ان شاء الله وليدي ويشفي كاع المرضى مرضى المسلمين، وان شاء الله ربي يحمينا الجزائر الحبيبه يحميها بعينه التي لا تنام ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وإن شاء الله من أراد بالجزائر السوء فيشغله بنفسه صح، ويجعل صح كيده في نحره ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الله ربي يحمينا جزائرنا الحبيبه. والله كما قلت انا الحمد لله ندعو ليل ونهار راني على فراش المرض، وان شاء الله ربي يسمع مني دعائي. ربي يشافيك ان شاء الله. ربي يشافيك ان شاء الله وليدي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ربي يحفظك ان شاء الله. نسلم على ان شاء الله نسلم على عائله بحمد وعلى امي الحبيبه. ربي يشدها لك ان شاء الله، وربي يشافيك وربي يحفظك لاولادك ان شاء الله. آمين آمين وليدي إن شاء الله. أبي وفقك لي سامي. آمين آمين. تعيشي. صح وليدي الله يرضى عليك. سلامة. مع السلامة. سلام. ربي يشافيها ان شاء الله، وربي يشافي جميع المرضى المسلمين، وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء والبلاء، ونعود نقولوا كما كنا بكري نخرجوا نضحكوا نلعبوا العراس افراح، وكما يقول لك الجوامع ان شاء الله يفتحونا كما يقول لك بيت الوضوء، لازم نروحوا موضين للجامع ان شاء الله. نعود نقولوا كما كنا بكري ان شاء الله. نعود نقولوا الوصفه تاعنا الثانيه واللي هي لي ميني طاخت. قلت لكم لي ميني طاخت هذه واش فيهم؟ فيهم حبه بيض، زوج مغارف هكا، زوج مغارف يكونوا كبار تاع الزبده هكا هكا، مغرفه كما تشوفوا فيها تكون هكا معمره. نعطيكم بالمغرف وما نعطيها، مش راح نعطيها لكم بالميزان، نعطيها لكم بالمغرف، مغارف تاع الماكله نورمال. بالميزان على بالي بزاف، بالميزان على بالي بزاف مع الناس ما عندهمش. هكا زوج مغارف يكونوا هكا، زوج مغارف معمرين تاع زبده. انا ماذا بيا كاع تجربوا الوصفات هكا، ما ان شاء الله حاجه ما تتلفها لكم ما تتلفلكمش. زوج مغارف زبده، حبه بيض، ثلاثه مغارف سكر، مغرف تاع لافاني. واش ندير بيدي؟ بيدي نخلط مليح هذيك الزبده مع هذاك البيض. فوالا بيتكم كي ديروا بيتكم هذيك الزبده دخلوها مليح مع هذاك السكر والبيض. كما نعرفوا لي طارت لازم هكا نخدموهم بيدنا، بيدنا خير من الفوي. هكا نبداو ندخلوه في الفرينه. انا في الفرينه حبه بيض صديق، والحبه بيض كيفاش تكون حولها كانت كبيره كيما البارح، حبه بيض كبيره جاوني زوج كيسان تاع فرينه. انا ندخل الفرينه حتى نشوفها العجينه تاعنا تليمت، دوك نوري لكم لا تيكستير تاعها. انا جاوني البارح زوج كيسان سوا سوا. فوالا ندخل فرينه، ندلع قرصه صغيره، قرصه هكا تاع الملح، وعندي على راس المغرف الخميره، خميره كيميائيه راس المغرف برك. فوالا هكا نبداو ندخلو مليح في الفرينه في العجينه تاعنا. انا راني قلت لكم جبت شويه واجد، كما على بالكم عندي فور هنا صغير ماشي كبير باش ندير فيه زوج بلاوات. سي بوغ سا سورتو لي غاطو كيكونوا زوج صوالح تاع فور لازم نجيبوا حاجه باغ اكزومبل كيما الغاطو، لازم نجيبوا لي فون تاعنا واجدين، باسكو الفور قلت لكم صغير ماشي كيما في استوديو عندنا دو فور ولا تروا فور، نقدروا نطيبوا وين جات. فوالا نلمو مليح العجينه تاعنا هكا بيدنا، وندخلوا مليح هذيك الزبده والبيض في العجينه، وما تنساوش ديروا لها مغرف تاع لافاني. لافاني هذيك راح تنحينا هذاك، تنحينا هذاك الريحه هذيك تاع البيض. فوالا بالنسبه للاكريم او سيترون واش نحتاج فيها؟ نقول لكم على المكونات على كريم. انا عندي وجده باسكو لازم تبرد. كريم او سيترون واش فيها؟ كاس تاع قارص، نحتاجوا معاها
كاس تاع ماء، كاس قارص، كاس تاع ماء، نحتاجوا معها ثلاثة مغارف تاع مايزينا، نحتاجوا معها سكر، ديروا معها حوالي أربع مغارف تاع سكر ولا خمسة على حسب الذوق أنتم تاعكم، حبيتوها تجي قرصة قرصة، نقصوا لها السكر، تحبوا تجي حلوة، زيدوا لها الكمية تاع السكر، ونديروا لها صفار بيضة، نزيدوا لها صفار تاع بيضة، نخلطوا كاع المكونات، نخلوها طيب، غير نشوفوها بدات تعقد، نزيدوا لها مرسو تاع زبدة، مرسو تاع زبدة، نخلطوها مليح، واش نديروها؟ نديروها في بول، نديروا لها بابي فيلم، نخلوها تبرد. كي نشوفوها بردت شدت روحها، واش نديروا هذاك الوقت؟ واش نديروا؟ نزيدوا لها مرسو تاع زبده ونضربوها بالفوي، فوي الكتريك بالباتور. ومن بعد واش نديروا؟ نديروها في لابوش ونعمروا بها لي طخت تاعنا. فوالا العجينه كيف تاعنا كيفاش تجي، ما تجيش يابسه وما تجيش بزاف طريه، هاي العجينه كيفاش تجي. قلت لكم حبه بيض كبيره، حبه بيض كبيره، انا جاتني البارح جاوني زوج كيسان تاع فارينا. هذه الكميه اللي راكم تشوفوا فيها، هذه الكميه راح تخرج لكم ما شاء الله، سيتو هذوك لي ميني طخت وهذاك المهرس الصغير. فوالا العجينه تاعنا كيفاش تجي، ما تجيش بزاف يابسه وما تجيش قطريه، هاي كيفاش تجي العجينه تاع لي طخت. وعلاش نديروها هكذا؟ باش حنا نديروها باش نمشوها مليح في ليمون. دوك نوريكم كيفاش نديروها في ليمون هكا، باش راح نبدا المونتاج تاع المونتاج تاع لي طخت تاعنا. بالنسبه لا كريم او سيترون واش فيها؟ مانيش حنطيبها دوكا باسكو راني جبتها عندي واجده على جال ضيق الوقت. فيها كاس تاع قارص، كاس تاع الماء، اللي ما عندوش القارص واش يدير؟ في كاس واش يدير؟ يدير شويه اروم تاع قارص ويدير معاها مغرف صغيره لاسيد سيتريك، لاسيد سيتريك تجي تشبه للسكر وهي تجي قارصه، اللي ما عندوش قارص كما دوكا على بالنا باللي القارص راهو شويه غالي، واش ديروا؟ ديروا اروم، مغرف اروم تاع قارص في كاس مع مغرف صغيره لاسيد سيتريك، وديروا زيدوا معها كاس ما صافي يجوكم زوج كيسان تاع ليكيد، مع نديروا معها صفار بيضة، ثلاثة مغارف تاع مايزينا، وديروا معها حوالي أربعة مغارف هكاك تاع أربعة مغارف تاع السكر، وخلطوا مليح الخليط بالفوي، ديروه في النار، غير تشوفوا قلت لكم بدا يعقد، زيدوا له مرسو تاع زبدة، خلطوا مليح هذيك الزبدة حتى تشوفوها ذابت، ومن بعد واش ديروا؟ واش ديروا؟ خلوها تبرد، كي تبرد زيدوا لها مرسو تاع زبدة، هي تكون يبست كما تعرفوا المايزينا هي راح تجمدها، زيدوا لها مرسو تاع زبدة غير مرسو صغير هكا حوالي نص مغرفة، وخلطوها بالباتور حتى وين تشوفوها جات اون كريم، تجي اون كريم شابة، هذيك هي كريم سيترون تجي راح تجي بزاف شابة، سيرتو كي ديروها في لي طخت. فوالا نمسحوا الليمون تاعنا، هادو ليمول فوالا شوف هاو البروبليم تاعهم، ليمول هادو تاع الومنيوم، هذه اللي كنت نقول لكم عليها من قبل، توجور توجور ها الكحوليه كيفاش يطلق كحوليه يبورتو مغسولين توجور هكا مسحوهم، مسحوهم مليح قبل ما تستعملوهم، ومن بعد هما غير يقدامو خلاص، غير يقدامو هذيك الكحوليه راح تروح من الليمون. هادو انا الليمون هادو جدد ما عنديش بزاف ملي شريتهم، سي بورصا مازالوا يطلقوا هذيك شويه الكحوليه تاع الالومنيوم. نتوما وشنو برك هكا كي تجوا تستعملوهم توجور امسحوهم، وماذا بكم الليمون هادو كي تستعملوهم ما تغسلوهمش بزاف، خلوا لهم هذاك الزيت تاعهم برك امسحوهم باسكو مش راح تلصق فيهم العجينه هكا، مسحوهم بالبابي وخبوهم باش تبقى فيهم هذيك الزيت تاعهم. ليمول تاع لي طخت ولا جامي يتغسلوا، يتغسلوا نهار الاول كي تشروهم، ومن بعد كي تبدا تطيبوا فيهم برك مسحوهم غير هكا هكا بالكاروت ولا بكاش طخشون، وانتم فريتوها. فوالا نغسلوا يدينا، هاكا نوريكم كيفاش نخدمو. هذا ميني مهرز، فوالا ميني مهرز، نجيبو هاكا بول صغيرة نديروها هنا لداخل، ومن بعد وشنو بيدنا هاكا بيدنا نمشوها كاع في المول، ما ديروهاش طبقة خشينة باسكو راح تزيد تتنفخ شوية، نمشوها كاع في المول تاعنا، نزيد لها غير كمية صغيرة هاكا هنايا، ديروها طبقه تكون رقيقه باسكو علاش كي يطيبوا في الفور واش راح يصرا راح يزيدوا يتنفخوا شويه باسكو فيها هذيك درت لها الراس على راس المغرف خميره كيميائيه. فوالا هكذايا هاكا نعمروهم سيرتو هنا لتحت 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 باش ما تجيكمش الشينه، توجور مشوها هكا مع المول تاعكم، ومن بعد هنا في ليكوتي كي تطلع العجينه لهنا في ليكوتي بيدكم بيتكم هكا نحو لها هذيك العجينه هكذايا باش تجيكم المهرس تاعكم يجي شبه. والله كيفاش تجي العجينه لداخل
هكا نزيد نوري لكم وحده تاع لي طاخت تاع لي طاخت نزيدوا هذه نمسحوها نمسحوا لي مول تاع لي طاخت تاعنا نجيبوا لي مول هكا ما تكونش كبيره بزاف تاع لي طاخت ونمشوها هنا في المول تاعنا هكا قلت لكم ديروها رقيقه ما ديروهاش بزاف خشينه باش ما يجيكمش هادو لي ميني طاخت يجيكم مالا دوك نوري لكم انا كيفاش درتهم هكا من بعد هنا في الكوتي نحوهم هكا لو شتوها خشينه زيدوا ابيو عليها بيدكم حتى وين تشوفوها جات طبقه رقيقه ماشي خشينه فوالا فوالا كيفاش يجو لي ميني تحصيلات تاعي عندي هنايا وحده تاع المهراز اللي وريتها لكم وحده تاع لي ميني طاخت يجو هكذايا انا راني وريت لكم العجينه وريت لكم الطريقه نعمروا كاع لي مول تاعنا نديرهم يطيبوا درجه حراره 160 درجه غنشوفوهم داروا هذيك لاكوش دوغي غير رقيقه هكذا نحوهم ديريكتومون من المول ما تخلوهمش في المول باسكو المول يكون باقي سخين سخين قلت لكم هذه سخين ما على باليش منين جات يكون المول باقي سخون راح يتحرقوا لكم ديريكتومون تخرجوهم من الفرن نحوهم من المول تاعهم بالنسبه لكرام واش قلت لكم فيها كاس قارص كاس ماء ثلاثة مغارف تاع مايزينا ديروا معاها صفر بيضة ديروا معاها شوية لافاني زيدوا معاها حبيتوا ديروا لافاني ولا ديروا زاست دو سيترون ديروا معاها أربعة مغارف تاع سكر ميلونجو مليح الخليط تاعكم غير تشوفوه بدا يعقد في الفرنو زيدوا معاها مرسو تاع زبدة ومن بعد خلطوا مليح هذيك الزبدة خلوها تدخل مليح في الخليط واش ديروا ديروها في بول ديروا لها بابي فين ديروا لها بابي فين خلوها في الفريجيدار غير تشوفوها بردت شدت روحها اضربوها بالباتور زيدوا لها مرطو تاع زبده اضربوها بيان في الباتور راح تولي لكم واحد لا كريم بزاف شابه ولا حبيتوها تجيكم لاموس هذه لاموس وسيترون واش ديروا خلطوا هذيك الخليط تاع اللي قلت لكم عليه تاع لا كريم تاع كريم دو سيترون زيدوا طلعوا شونتي اكوتي ومن بعد واش ديروا دخلوا لا شونتي مع هذيك لا كريم راح تجيكم موس سيترون فاني هذيك راح تجي بزاف شابه نجيب لي طاخت تاوعي ونجيب لا كريم لي طاخت ولا كريم لا كريم فوالا جبتهم انا في بواطه هكذايا دوك نوريكم كيفاش نعمر فوالا كيفاش يجو المهراز تاعنا مهراز كادو كيطيبو المهراز وميني طاخت ميني طاخولات هادو مع هذاك المهراز فوالا هاهم كيفاش يجو جاتني كميه هاي الكميه اللي درتها هذيك العجينه خرجت لي دوك نحسب لكم شحال جا تجيني والله ملاح هذو كمشروع ديروه هكا لي زانيفيرسير ولا لي فيونساي ولا بولا دوك نحسب لكم ما حسبتهمش انا شحال خرجوا لي بصح على بالي بلي خرجوا لي كميه معتبره البارح كي خدمناهم فوالا هكا دوك نعمرهم بلاك خام هذيك لاك خام ديجا راني وجدتها كانت في الفريجيدر مليحه هي لاك خام كي تكون بارده هكذا 6 9 10 10 10 تاع المهرز وعندي 7 10 عندي 15 تاع لي ميني طاخت 15 و10 تاع مهرز صافي كميه معتبره فوالا نجيبوا لاكريم تاعنا لاكريم ورا نجيبو عندي هنايا عندي هنا شويه معجون تاع مشمش اللي كنت زدت له كميه صغيره تاع ما باش يجيني خفيف وعلاش هذا راح نديرو دوك نوريكم كيفاش راح ندير وعندي هنايا نواط كوكو كولر يعطيك الصحة تاتا نعيمة ربي يحفظك ذراع الايمن تاع طنائمه تاعنا
قلت لكم لا كريم هذيك تاعي هذه هي واني كنت ديجا درتها في الفريجيدر. فوالا نديرو ندخلو هادو ميني مهرس ندخلوهم غير هكا شويه في المعجون ونديرو لهم هذاك نوات كوكو. نوات كوكو فوالا كيفاش يجي نوات كوكو ونعمروهم بلاك خام تاعنا الداخل. نوات كوكو فوالا كيفاش يجو تجي لاك خام هذيك تجي بزاف شابه. نزيدو لهم غير هكذا كميه صغيره فوالا شعل يجو شابين. نحطها هنايا باش يحكمها فاروق. نوريكم لي طاق ثاني كيفاش نزيدو ندخلو الحبه تاع لي طاق لداخل في المعجون ونزيدو هكذا نعمروها. يجو حاجه بريزونطاب وسهلين فوالا. نزيد لهنايا كتزيين فوالا كيفاش تجي الحبه تاع الميني طاقت تاعي. قلت لكم يجوا بزاف شابين ويخرج لكم كميه معتبره 15 و10 25 حبه. هادو اللي حبت تبدا كاش مشروع ولا هكا تخدمهم لعرس ولا لي زانيفيرسير ولا تقدر تخدمهم وراح تربح فيهم تلقى فيهم فايده هايله. هكذايا نزيدوا لهم هنا شويه نوات كوكو فوالا فوالا. واش نقول لكم انايا راني وريت لكم كاع الوصفات. نروحوا فاصل من بعد نتلاقى في طاوله التقديم نعاود لكم الوصفات.
عدنا معكم مشاهدينا الكرام في أطباق اليوم، أطباق يوم قبل الأخير في هذا الموسم. إن شاء الله يكونوا عجبكم لي ميني طاخت وميني مهراز، هذوك بالكريم والسيترون يجوا بزاف شابين ويجوا بريزونطاب، يجوا روعة كمشروع تقدروا تخدموهم. وعندنا الكراتا تاعنا، قلت لكم الكراتا برك نحمروها، لأن مازال ما تحمرليش بزاف نحمروها مليح. الكراتا هذاك شاورما بالفخيت هذاك ودرت معاهم الفخوماج، هذو هما وصفتنا اليوم. نتلاقاو غدوة إن شاء الله في نفس المكان في نفس التوقيت. عندي تحية صغيرة من عند خونا نبيل يهدي تحياته الى كل عائله سعد سعود ومن كل اخوته وخاصه اخو عادل. واش نقول لكم، تلاقوا غدا ان شاء الله في نفس المكان في نفس التوقيت في نفس القناه. سلام.